هلا اليوزر انترفيس اللي صرنا موجودين فيه، تايتل بار لساته مثل ما هو، اوتوديسك ريفت 2019 عم بحكي لي شو الفيرجن، عم بحكي لي شو اسم البروجكت، ات از ا بروجكت 1 سو انا لسه ما سيفته او فعليا اسمه بروجكت 1، وعم بحكي لي انه انت حاليا في الفيو اللي اسمه فلور بلان. غير هيك في عندي الكويك اكسس تول بار هلا تفعل، صارت التولز مفعالين الموجوده فيه، صرت عم بقدر اعمل سيف، عم بقدر اروح مثلا على ال 3 دي فيو للشيء اللي انا عملت له دروينجز عندي، صرت عم بشوف شو عم بصير معي. ومن الاضافات اللي كتير حلوه في 2019 للناس اللي كانت تشتغل اصلا قبل على الفيرجنز اللي قبل في ال 3 دي، هلا صرت انا عم بشوف الليفلز تبعوني، which is شيء كتير حلو. اضافه ثانيه صار عندي ability انه يصير في عندي تابس انا هون، which is شيء كتير مريح صار عشان انا اكون عارف ايش هم الويندوز او الفيوز او الفيوز اللي انا رحت عليها، which is صار similar اكتر للاوتوكاد. غير هيك باليوزر انترفيس التابس اللي او البانلز اللي كانت جريد اوت في الانيشال يوزر انترفيس، حاليا صار عندي ابيليتي اتنقل بينها واختار وات ايفر التول اللي انا بدي اياها واشتغل عليها. الفايل منيو مفعله كامله مع الريسنت دوكيومنتس او فايلز اللي كنت بشتغلهم. في عندي شيء اسمه بروبريتيز بانل، في عندي شيء اسمه بروجكت براوزر. ايش الفرق بينهم؟ هلا فعليا البروبريتيز بانل هي المكان اللي بيعطيني خصائص الاوبجكت اللي اوريدي هلا سيلكتد، واللي انا بقدر اغير فيه واتحكم في خصائص تبعته او البارامترز الخاصه فيه. البروجكت براوزر عشان اقدر اشبهه برضه في مثال ثاني، انا زلمه بحب الكيك، اي ثينك كل الناس بحبوا الكيك والجاتو صح؟ مستحيل ما حدا بحبهم يعني. فعليا الريفت هو عباره عن برنامج شبيه بعمليه السلايسنج تبع الكيك او الجاتو. يعني الموديل فعليا while preparing قالب الكيك، انت فعليا عم بتحط البروبريتيز تبعته صح، الريسيبي تبعته والانجريدينتس، وعم بتخلطهم وتبنيهم، بتزبط شكله والى اخره، تحطه بالفرن بتطلعه بيطلع معك ايش 3D model. عشان اقدر اكمل الشغله اللي بدي احكيها راح اعمل open لواحد من الفايلات تبعوني المشغولين. ناخذ هذا البروجكت، بروجكت هيك فيلا خفيفه لطيفه، واضح انه الريفت عم بيعمل ابجريد للموديل من الفيرجن اللي انشغل عليه which is 2017، وداز نت مين انه انشغل بسنه 2017، بس هو الفيرجن اللي انشغل عليه هو ريفت 2017، وهلا بما اني عم بفتحه على فيرجن احدث هو بيعمل ابجريد للموديل هذا عشان يصير كومباتبل مع الفيرجن الجديد. ويوجوال الشركات بتخاف تعمل ابجريد من فيرجن لفيرجن لانه مرات بصير في دروب في الانفورميشن بين التو فيرجنز، سبيشالي اذا كان البروجكت تبعي كتير كبير وعدد الفاميليز اللي جواته كتير كبيره. وايل ابجريدنج هاي الفاميلي صار عنده مشكله فيها، وي كان تشيك هاي الفاميلي لما نفتح الفايل. تمام، هو عم بحكي لي مين هي الفاميلي اصلا اللي فيها مشكله، وحكى لي انه ات از ريزولف، بس انا عندي ابيليتي ان انا اشيك عليه. لما افتح الفايل بروح بشوف شو المشكله اللي صارت، اي كان اكسباند هاي الايرورز واشوف شو هي الايرورز اللي عم بحكي عنها. ويوجوالي في الريفت يفضل انه ما يضل عندي ايرورز، دائما احلها اول باول. لما يشوفوا انه في وورنينج فهو ما عندي مشكله عادي، كل الناس يجي يشوفوا انه في الموديل وورنينجز عادي لساتنا عم بشتغل عليه. بس لانه لما يزيد عدد الوورنينجز يوجوالي بيزيد حجم الفايل، ويوجوالي بصير ياخذ وقت اكثر خلال الشغل. ومرات بيؤدي انه الفايل يدروب، لانه دائما هو الريفت بيحاول يفرجي وين الايرور، فلما يكون الايرورز كتار والوورنينجز كتار يصير اللود على الجهاز كبير، تمام، والفايل كبير. وبعدين هلا حامل اوكي لانه هو عمل لي ابجريد، هلا راح يفتح لي الموديل المشغول، فانا راح اروح برضو على ال 3 دي من هون ونحكي انه الريفت. نرجع لموضوع الجاتو او الكيك اللي عملنا له بيك وهلا صار جاهز. حكينا انه الريفت زي هاد الحلو او الجاتو، اذا انا عم بشتغل في فيه وبدي اعمل له سلايسنج بعد ما جهز سو يمكن انا اكون بدي اطلع عليه من فوق الجاتو صح، فانا بكون معجب بالبرودكت تبعي فراح اشوفه من التوب فيو تبع الاوبجكت او تبع البرودكت. اذا انا حابب اشوف اللايرز تبعته، اني انا بدي اشوف شو الفن اللي عملته، فانا راح اروح اشوفه ان بلان. اذا كانت اللاير اللي تحت هي اللي عجبتني سو انا رحت على البيسمنتس تبعي، اذا انا بدي اشوفه من الوسط مثلا اشوف اللاير تبعت الكريمه اللي بالوسط سو انا راح اروح على الجراوند فلور اند سو اون. ان كيس انا بدي ابدا اعمل سلايسنج سو انا يمكن اكون، او اذا بدي اطلع عليه من الجناب فانا شفته من اكثر من فيو مع انه هو نفس الاوبجكت، انا صرت بس عم بلف فيه وعم بديره لحتى اشوفه من الجهات اللي انا بدي اياها.
On the other hand, إذا أنا مثلا صرت بدي أعمل slicing عشان أبلش أقدمه للناس، أنا عندي ability شو أعمل؟ أروح على السكشن صح؟ إذا رحت على السكشن معناته أنا صرت عم بشوف slices تبعوني، وإذا راح يكون الريزلت زي الكاتو سو إن 3D، أنا شو بقدر أعمل؟ بقدر أعمل slices زي ما أنا بدي، أحكي له أعطيني section box، بأخذ section box بعمل slice المطلوبة وبقدمها للكلاينت أو لضيوفنا في حالة الكيك صح؟ وهيك أنا بكون عرفت إنه هذا البروجرام شو اللي عمله؟ أعطاني ability إن أنا أشوف كل شيء عن البروجكت تبعي. خلينا نحكي في مرحلة الدروينجز اليوم عشان ما كتير نعجق المعلومات، في مرحلة الدروينجز أعطاني أشوف كل شيء بخص المشروع سواء plans, sections, elevations, 3Ds, 3Ds, sections أو exploded models أو whatever. أنا صار عندي ability إني أنا إذا مسكت element من الelement هو يحكي لي إيش هذا الelement، يعني إن كيس مسكت مثلا wall هو رح يحكي لي إنه wall، إن كيس مسكت floor رح يحكي لي إنه it is a floor, this is the typical floor which is compound أو combined من sand and tiles وسمكتها 450 مليمتر. So هون أنا بلاحظ إنه it is not just a model, it's a model with information. إن كيس أنا فتحت التايب تبعي صار عندي ability أدخل أشوف information أكتر. طيب شو هي الاناليتيكال بروبرتيز تبع هذا الفلور؟ صار يعطيني ابيليتي ان انا اقرا ايش الهيت ترانسفير كوفيشنت، ثيرمال داتا، اناليتيكال داتا. اذا دخلت صرت انا عم بدخل على كل شيء موجود بهذا البروجكت، وحسب الليفل اوف ديفلوبمنت راح يكون في عندي ليفل اوف ديتيلز بالفلور بلاحظها. يعني في هاي الفلور مثلا ان كيس انه هي راح نحط فيها عزل في المنطقه اللي فيها تويلتس تمام، هي حاليا مش موجوده فيها العزل، سو هي مش واصله للليفل اوف ديفلوبمنت اللي بيبين فيه العزل. هلا اون ذا اذر هاند، غير ان انا بقدر افتح هذا الفيوز، انا صار عندي ابيليتي ان انا اشوف هاي الفيوز كلها مع بعض، وهذا الشيء اللي كتير لطيف بهذا البروجرام انه انت عندك ابيليتي تشوف الفيوز تبعتك في نفس المكان، واي شيء انت بتعدله في واحد من هاي الفيوز راح يتعدل في كل الفيوز الثانيه. خلينا نشوف كيف. خلينا افتح مثلا ال 3D مع الاختصار اللي هون ومن هون، اوكي؟ راح احكي له رجعني على التاب فيوز، تمام؟ هلا راح احكي له كلير للويندوز اللي هون، سكر لي كل شيء. مثلا انا بدي اشوف ال 3D مع البلان، الجراوند فلور بلان مع السكشن هاد. اذا حكيت له WT فهو عم بحكي لي خذ هاي الفيوز اللي انت بدك اياهم، ايش التعديل اللي انت حاب تعدله؟ Let's say اني انا مثلا مسكت هذا الدرج ومحيته، وما بنمحي بس من هون وبنمحي من كل مكان، ونلاحظ انه برضو غير هيك هو اعطاني warning حكالي انه انت في عندك overlapping بين الelements الموجودة على هذا البروجكت. هو محامل البلان ومحامل السكشن ومحامل 3D، سو انا كاركتكت انا مش مضطر اروح امحي من كل مكان، عشان هيك كنا نحكي انه it is structured information، اذا محيته من هون هو محامل من كل مكان خلص، ما في حد راح يشوف الدروينج والله موجود فيها درج فيروح بالغلط بالسايت يأسس للدرج. وبرضه بنروح فاردر اكثر انه هو اذا كان في الام اي بي والستراكشر موجودين في الموديل كمان انا صار في عندي ابيليتي اشوفهم مع الموديل تبعي. للاسف الموديل اللي انا فاتحه ما في الستراكشرال اليمنتس، يمكن في المحاضره الجاي اقدر افتح الستراكشرال اليمنتس ونشوفهم كيف بياثروا على بعض، كيف الام اي بي بياثر على الستراكشر. غير هيك انا عندي ability اروح اشوف كمان schedules. هلا فتحنا ال schedule، it is the room schedule، عم بحكي رقم الغرفة تبعك مثلا 4، المساحة تبعتها مثلا 14 متر مربع، اسمها kitchen وهي موجودة في البيسمنت ليفل. فصار عندي ability انا اشوف المعلومات كلها اللي بدي اياها. عندي ability اعمل filtering على ال schedules، مثلا filter by level let's say و equals و basement 1 مثلا، او خلينا احكي ground floor، احكي له اوكي. بلاحظ انه خلالي بس الرومز الموجوده في الجراوند فلور، حكالي الغرفه رقم 28 مساحتها كذا، هي بالكوني موجوده في الجراوند فلور. فبقدر اني انا اخليه يبين لي المعلومات اللي انا بدي اياها، مش شرط يبين لي كل شيء برضه موجود في البروجكت. عندي ابيليتي احكي له السورتنج اند جروبنج مثلا، خلي لي ترتيب الكولومز تبعوني، اذا بتطلع هون هم مرتبين حسب ايش؟ ولا شيء صح؟ يعني مو مرتبين حسب الرقم، مو مرتبين حسب المساحه، فانا بحكي له والله رتب لي اياهم حسب الرقم عشان يكون برضه شوي مرتب، واحط لهم هيدر مثلا واحسب لهم توتلز واحكي له اوكي. فهيعطيني هيدر لكل غرفه منفصله عن الثانيه،
هاي الغرفه اللي رقمها 28 هي كذا، ممكن احكي له لا خليه الهيدر حسب النيم يعني انا بحكي. هلا باي ذا واي اذا مسكت هاي حكيت له هايلايت ان ذا موديل راح ياخذني على الموديل يحكي لي هاي هالغرفه اللي انت عم بتدور عليها. هاي الغرفه هي البالكوني. كيف اعرف رقمها 28؟ حسب هذا الاسم الموجود هو تاج، فانا ممكن احكي له بين لي نيم اند نمبر فهي 28. فانا بتحكم بكل شيء، كيف يبين، متى يبين، وليش يبين. برضو عند اذر هاند انا بقدر اخذ تايتل بلوكس تبعوني عشان تطلع معي معامله كامله. اذا رحت على واحده من الشيتس راح الاقي انه هي جاهزه وماخذ المعلومات. طيب هيك احنا بنكون اخذنا انتروداكشن بسيطه عن البروجكت براوزر، عن البروبريتيز بانل، حكينا عن البانلز والتولز، كويك اكسس تول بار والتايتل بار، وهون المكان اللي انا بشتغل فيه الوايت اريا هاي الورك سبيس. الاوتوديسك برودكت هم بسموا اي مكان اليوزر بيشتغل فيه فيو بورد، تمام؟ فهذا الفيو بورد تبع الريفت. وهيك بنكون احنا حكينا ايش اليوزر انترفيس فيه. بالبارت اللي تحت هون في شيء اسمه ستيتس بار زي تبع الاوتوكاد، واتس هابينج وات تو دو نيكست، بس مش بالتفصيل تبع الاوتوكاد، يعني هي بتكون مثلا كليك اند دراج الماكسيمم تبعه. هلا مثلا هون بيحكي لي كليك تو سيلكت، تاب تو فور الترناتيفز، وكنترول ادز وشيفتس اند سيلكتس، يعني بيحكي لي انه اذا انت جيت هون عملت كليك على اي شيء راح يعمل سيلكت. بيحكي لي انه دراج تو موف مثلا، اذا انا مثلا ليت سي مسكت هذا الاوبجكت حكيت له موف، راح يحكي لي تحت كليك تو انتر موف ستارت بوينت، يعني اذا كبست هون يعني حطيت الستارت بوينت هوريزونتال اند اكستنشن، يعني ببلش يحكي لي شو اللي عم بصير وايش اللي لازم انت تعمله نيكست. بعدين بيجي على سبيس او مكان اسمه ورك سيتس اريا، بعدين بروح على شويه اوبشنز. هاي شويه اوبشنز راح نحكي عنها لما ندخل في البروجرام اكثر. تمام، هيك احنا محاضرتنا اليوم بتكون خلصت.